السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج فتاوى رمضان. في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو الرؤوف الرحيم أن يعفو عنا وأن يدركنا ليلة القدر وأن يدركنا الخير في هذه الأيام المتبقية من شهر رمضان. ما بقي على رمضان إلا أيام قلائل لعلنا نتوقع فيها ليلة القدر، ربما قد مرت وربما قد هي آتية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية أنه قال قد تواطأت رؤياكم وإني أراها في السبع الأخيرة من شهر رمضان، يعني في الأيام السبع أو الليالي السبع المتبقية من شهر رمضان. وسيدنا الخطاب رضي الله عنه يأتي لما يسمع آراء العلماء والفقهاء في هذه المسألة، يعني متى يكون ليلة القدر وما هو يعني حتى يرى إجماعا من هذا الأمر. فقال كل إنسان أدلى بدلوه في هذه المسألة. فثم ذهب إلى ابن عباس حبر الأمة فقال له يا ابن عباس أخبرني ما رأيك في هذه المسألة. قال ليلة القدر أرى أنها إما أن تكون للتسع مضت أو للتسع بقيت، يعني إما أن تكون ليلة 23 وإما أن تكون ليلة 27. فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما ذلك، يعني كيف اكتشفت ذلك؟ قال لأن الله خلق الدنيا في سبع، وخلق السماوات سبع، وخلق الأراضين سبع، وعدد أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى على سبعة أشياء، فبين له ذلك. فتعجب عمر رضي الله عنه من هذه الفكرة ومن هذا الرأي الذي قاله ابن عباس، ومن هذا الفكر الذي قاله ابن عباس. كثير من الناس يرى أن في ليلة 27 وغيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخفاها عن أمته، أو أن الله عز وجل أخفاها عن نبيه ليخفيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته حتى يتمكن الناس من أداء العبادات، وحتى يكثر الناس من أداء العبادات في العشر الأواخر من رمضان. لا يتوقف الإنسان عند أي يوم من أيام رمضان ولا أي لحظة من لحظات رمضان، لأن رمضان دفعة واحدة دفعة واحدة. قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، أي الشهر كله، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصيام صيام الشهر كله، والقيام قيام الليل كله والشهر كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن في هذه الأيام الأواخر من شهر رمضان ينبغي أن نجتهد في العبادة أكثر ما يكون، وأفضل عبادة يؤديها العبد في هذه الأيام المتبقية وفي هذه الساعات، بل قد تكون الساعات المتبقية من شهر رمضان، هي الدعاء. أفضل شيء، لأن الله تبارك وتعالى جعل آية الدعاء بعد حديثه عن شهر رمضان، فقال قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإحنا محتاجين نكثر من الدعاء في هذه الأيام، محتاجين يبقى عندنا الدعاء لله وخشوع وخضوع لله تبارك وتعالى في هذه الأيام. النهاردة عايزين نتعلم مع بعض إيه هي الأداب، أداب الدعاء. يعني أنا لما أحب أرفع إيدي وأدعو ربنا سبحانه وتعالى، ففي بعض آداب ينبغي أن نتأدب بها في الدعاء حتى تستجاب لنا. فما هي هذه الأداب؟ ده اللي احنا هنعرفه، لكن بعد ما ناخد الأستاذ علي. السلام عليكم يا أستاذ علي. ألو أستاذ علي، تفضل. تفضل. عليكم السلام، تفضل يا أستاذ علي. ايوه يا فندم، مع سعادتك. اتفضل. انا الحقيقه احب ان انا احيي الساده القائمين على قنوات الحياه وحضراتكم وحضرات زملائك على تقديم هذه البرامج المهمه. شكرا. اتفضل سؤالك. وبشكركم طبعا. اتفضل سؤالك. وعندي عتاب ارجو ان انتم تتقبلوه بصدر رحب. اتفضل. حضرتك اسمعني من التليفون، ما اسمعنيش من التلفزيون. العتاب من التليفون. هو جمع الأسئلة. العتاب هو جمع الأسئلة حضرتك وعدم الرد عليها، وخصوصا في أواخر المدة بتاع البرنامج.
وده طبعا شيء المفروض ان الاسئله دي بتفيد ناس كتير قوي وبيهمل في الرد عليها نتيجه لعدم وجود وقت. معايا حضرتك؟ طيب لا احنا مش بنهمل خالص، انا برد على كل الناس اللي وردت الاسئله وبرد عليها بالترتيب وبالدور، ولو حتى حضرتك انت قلت سؤال دلوقتي وحد اتصل بعديك انا برجع ارد عليك انت الاول. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. طب اتفضل قولي سؤالك. ايوه يا فندم، هي دول ثلاث برامج بتختلف حضراتكم من انسان لاخر. طب قولي سؤال حضرتك طيب وانا اجاوب حضرتك حالا. اتفضل. طيب انا عندي الحقيقه سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني انا بقول ان ببدا توزيع الزكاه بتاع الفطر من اول رمضان. طيب تمام. السؤال الثاني، هل ده يجوز او لا يجوز؟ طيب هقول لحضرتك السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك، انا لا بصوم ولا بصلي. من 26 سنة. ليه؟ واخد بال حضرتك معايا؟ ليه ما بتصومش وبتصليش ليه؟ أنا كنت سجقت في السنة من مدة 26 سنة. حاول تسمعني من التليفون حضرتك، ما اسمعش من التلفزيون. في يوم 19 رمضان. فوجئت بإيه؟ ما انا الحقيقه مستني حضرتك من التليفون. ما انت بس قول انت حضرتك في التليفون، ما تسمعش التلفزيون، قول انت من التليفون وانا هجاوب في الاخر. اتفضل. طيب انا الحقيقه من 26 سنه كان يوم 19 رمضان. واحد كنت رايح اصلي الظهر في الجامع، فواحد نظر لي وقال لي انت منور وطاير من على الارض. تمام. من ساعتها وانا مش عارف ارجع لصوابي واشوف اللي هي الفرائض بتاعتي مظبوط. طيب شكرا. ارد على حضرتك. مدام رجاء، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه اسال سيدنا الشيخ بس سؤال. اتفضلي، سامعك، اتفضلي. انا موظفه وجوزي بيشتغل سواق، يعني باليوم عادي يعني. والذكاء ممكن اطلعها انا اللي اطلعها ولا هو اللي يطلعها؟ يعني انا ادفع في الزكاه من فلوسي انا ولا من فلوسه هو؟ زكاه الفطر تقصدي؟ عندي يا بنتي صدقه الفطر تقصدي يا مدام رجاء صح؟ نعم، صدقه الفطر تقصدي، زكاه الفطر بتاع رمضان. زكاه الفطر. تمام. بنتي في حضانتي. في حضانتي انا. امها متجوزه واحد تاني يعني، فالبنت في حضانتي. فانا عايزه اعرف انا اطلع لها انا من عندي انا الزكاه؟ حاضر. ولا جدها هو اللي ممكن يطلع لها ولا ايه بالظبط يعني؟ حاضر حاضر حاضر. الاستاذ علي، بالنسبه لزكاه الفطر من اول رمضان، الاصل في زكاه الفطر ان تخرج في اخر يوم من رمضان بعد الفطر، يعني بعد مغربي آخر يوم من رمضان وحتى تبدأ خطبة العيد، هذا هو الأصل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث قال أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، أي أنك تغني الفقراء عن ذل السؤال في هذا اليوم، فأنت تخرج الزكاة بعد أن يظهر الهلال، أن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك وأن غدا الأول من شوال، عند ذلك نخرج زكاة الفطر، ينطلق الناس بزكاتهم وبصدقاتهم، صدقات الفطر وزكاة والزكاة، ويعطونها للفقراء في كل أماكنهم حتى يغنوا عن ذل السؤال في يوم العيد أو في هذا اليوم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. أما أن يخرج الإنسان الزكاة قبل ذلك الوقت يعني في العشر الأواخر من رمضان، فهذا رأي لبعض الفقهاء بجواز ذلك، ورأى بعضهم أنه يجوز إخراجها من نصف رمضان، من النصف، ويرى البعض الآخر أنه يجوز إخراجها من أول رمضان. وعلى هذا إذا كنت تخرج زكاة الفطر في أول رمضان فالزكاة صحيحة، لكني أنصحك أن تخرجها في آخر رمضان وهو الأفضل والأولى. النقطة الثانية، أنت لا تصوم ولا تصلي وأنت تقول أن ذلك نتيجة حسد، يعني قد وقع عليك أو غيره، هذا مسلك من مسالك الشيطان
ينبغي أن تنفصل عنه وأن تتركه، يعني ده ممكن يكون مسلك من مسالك الشيطان، إن كان ذلك حسد فلك أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وأن تقرأ المعوذتين وأن تقرأ الفاتحة. أما تركك للصلاة فهذا أمر فيه معصية لله، وتركك للصيام كذلك فيه أمر فيه معصية لله، ما لم يكن هناك عذر من مرض ونحوه لترك الصيام. يعني الصيام قد يتركه الإنسان من عذر ونحوه يجوز له ذلك، أما الصلاة فإنه لا عذر للإنسان في تركها، وينبغي عليك أن تحافظ على الصلاة وأن ترجع عليه. الآن يا عم علي الآن الآن قم وتحرك وتوضأ للصلاة وصلي صلاة الظهر، أنت في القاهرة أعتقد، فأنت تصلي صلاة الظهر الآن لأن العصر لم يوجب بعد، فصلي صلاة الظهر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأ ذلك، ولا تلتفت للذي نظر إليك أو الذي حسدك أو غير ذلك من هذه الأمور. المدام رجاء، أنت موظفة وزوجك يعمل سائق، نعم، من يسدد زكاة الفطر أيكما؟ يعني هو الأصل أن الرجل هو الذي يزكي زكاة الفطر لأنه هو المسؤول عن أسرته، وكذلك يزكي زكاة الفطر عن بنت ابنته التي هي تعيش معه، اللي هي عايشة معه في نفس البيت وفي وهو ينفق عليها، فيجب عليه أن يخرج عنكم زكاة الفطر. لكن إذا حضرتك شايفة أن أنت حالك أو وضعك المادي أفضل أو الذمة المالية اللي عندك عندك مال تستطيعين إخراج زكاة الفطر عنه، جاز ذلك ولا بأس ولا حرج، إنما الأصل أن يخرج الرجل زكاة الفطر عن زوجته وعن آل بيته الذين يعيشون معه ويبيتون عنده في ليلة العيد على المسؤولية، أي أنه مسؤول عنهم وعن نفقتهم أو هم تحت رعايته. نرجع لمسألة أدب الدعاء، وده مهم، وأنا بأرجوكم الذي يتصل على الهاتف يعني يسمعني من التليفون ويقفل التلفزيون أو يسمعني في غرفة أخرى، وبعد ما يقفل معايا الكلام أكيد لما يرجع للتلفزيون هيبقى عنده فرصة أن يسمع الفتوى ويسمع الرد على السؤال الذي اعترضه، يعني أرجو أن يكون ذلك حتى لا نأخذ وقتا طويلا في عرض السؤال أو المسألة. الحقيقة وإحنا بنتكلم على الدعاء وآداب الدعاء، هذا الدعاء له آداب ينبغي أن نتأدب بها، يعني الإنسان لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يدعو ربه سبحانه وتعالى ينبغي أن يتأدب بعدة آداب. الأدب الأول من هذه الآداب أن يتجنب الإنسان الحرام. كيف يتجنب الإنسان الحرام؟ أقول لكم على الحتة دي، لكن أخذ الأخت النرمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ أمين، أستاذ أمين، تفضل. معلش مع حضرتك، حضرتك معايا؟ اتفضل يا استاذ امين. نعم سامعك. مع حضرتك، انا دكتور في جامعه. اهلا يا دكتور. وبشتغل في دول الخليج. تمام. وعندي 65 سنه. تمام. وبعدين بالنسبه دلوقتي زوجتي بتشك فيا جدا. وانا في دول الخليج وحلفت لها على مصحف وعلى كذا حلفان ومفيش فايده يعني. فمش عارف اعمل ايه والله، مع ان انا بتقي الله سبحانه وتعالى وبصلي وبصوم يعني وعندي 65 سنة. طب هل في بوادر حاجات حضرتك بتعملها بتدعوها للشك؟ يعني بس تكلم في تليفون مع حد؟ صوتي عند حضرتك قوي. حضرتك بتتواصل مع حد مثلا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيري؟ نعم. او بتتواصل تصل بحد او يعني تعمل حاجة مريبة او فيها ما يدعو للشك يعني؟ لا والله يا فندم ما فيش اي حاجة خالص. انا بقول لحضرتك انا هي بيجيلي مرتين في السنة. اتفضل. بيجيلي مرتين في السنة وأنا بشتغل في الجامعة وبتقي الله سبحانه وتعالى ومفيش أي حاجة خالص يعني. طيب. وحلفت لها كذا حلفان يعني، حتى وصل الأمر حلفت لها بيمين الطلاق يعني عشان تصدق، قلت لها ده يمين أسأل عنه يوم القيامة يعني. طيب أنا هرد على حضرتك يا أستاذ أمين، يا دكتور أمين. الحقيقة أحيانا البعد عن الزوجات فترات طويلة أكثر مما حدده الشرع يضر بالمرأة، الحقيقة يعني ساعات الإنسان بيسافر عشان ظروف الحياة والجلب المال وغيره وكلام من هذا القبيل ويعمل مستقبل لأولاده وكذا، لكنه ينسى حقا هاما وهو حق زوجته. ده حاجة مهمة جدا، دي أهم نقطة في الموضوع، إنك أنت ما تنساش زوجتك. ففيما يبدو أن المسافات تطول ما بين لقائك بها، يعني تقريبا حضرتك بتقول لي ان هي بتجيلك مرتين في السنه، يبقى اعتقد ان كل ست شهور انت تلتقي بها. والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان القران الكريم بين ان الرجل يمكنه ان يمتنع عن زوجته في حال الغضب منها مده لا تزيد عن 4 أشهر. وقد سئل في ذلك بعض الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كم تقدر المراه ان تتحمل بعد زوجها، فقالت 4 أشهر. وجاءت الايات واضحه للذين يقولون من نسائهم
تربصه 4 أشهر. فالذي يسافر، الذي يسافر ينبغي عليه ألا تزيد الفترة في فترة بعده عن زوجته 4 أشهر، فإن استطاع أن يجلبها إليه في البلاد التي يعيش فيها في مدة 4 أشهر فلا بأس في ذلك، وإن استطاع أن ينزل إليها هو في هذه المدة فلا بأس في ذلك، ممكن ينزل مرة وهي تروح له مرة، ده ممكن يحصل الكلام ده. هذا هو ما حدده الشارع الحكيم في هذه المسألة وفي هذه الفترة وفي هذه المدة. أحيانا بعض الأزواج يسافر في بعض البلدان ويحتاج أن يجلس عاما كاملا بعيدا عن زوجته، إن وافقت الزوجة على هذا ورأت أنها متحملة بنقول له ما فيش مانع، لكن هذا لا يصح ولا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يعيش عاما كاملا بعيدا عن زوجته. فأنا أعتقد أن هذا الذي حدث لها ربما من طول المدة التي أنت مكثتها بعيدا عنها، فيمكنك أن تعود هذه المسألة، وربما هي تريد أن تبقى معك في الغربة أو أن ترجع أنت إليها، في أيهما أفضل ارجع إليه ناقشها، هتلاقي عايزة إما تقعد معك يا إما أنت ترجع تقعد معها، وهذا هو الأفضل في هذه السن. معنا مدام سحر، السلام عليكم. أيوة حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة السلام عليكم. اتفضلي، سامع حضرتك، اتفضلي قولي لي سؤال. من فضلك، أنا ليا ابني ما بيشتغلش وظروفه صعبة، ينفع أطلع الزكاة ليه؟ طيب حاضر، هرد على حضرتك عشان أعينه على المعيشة. حاضر يا حاجة، رد على حضرتك. مثلا أدفع مصاريف مدارس ولاده، يعني أنا طبعا هطلع الزكاة للبرضو المحتاج والمسكين والكلام ده، لكن ينفع من فلوس الزكاة أطلع لابني؟ حاضر حاضر، هرد على حضرتك. ربنا يبارك لنا فيك. طيب الأستاذ سيد. أيوه اتفضل سؤالك. اتفضل يا أستاذ سيد. لو سمحت، أنا بطلع الضرايب، ومبلغ الضرايب عندي مثلا انا بطلع 200,000 جنيه ضرايب، بطلع حوالي 200,000 جنيه مثلا ضرايب بتاعتي، هل دي اخصمها من زكاه المال ولا لا؟ تمام. ايه تخصم الضرايب؟ طيب حاضر، هرد على حضرتك يا استاذ سيد. هنطلع فاصل قصير وهنرجع نرد على مدام سحر وعلى الاستاذ سيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا كان قبل الفاصل في عندي سؤالين. مدام سحر كانت بتقول تدي ممكن جزء من زكاة مالها لابنها، وبنقول لها لا يجوز اعطاء زكاة المال لا للأصول ولا للفروع، يعني ما ينفعش واحد يدي الأبو أمه من زكاة ماله، وما ينفعش الأب أو الأم يدوا لأولادهم من زكاة المال. ليه؟ لأن الأولاد دول هم الورثة الحقيقيين اللي هيورثوا هذا المال بعد العمر الطويل لحضرتك، أو العكس. والابن برضو ما ينفعش يدي الأبو والأمه من زكاة المال، لأنه يجب عليه أن ينفق على أبيه وعلى أمه مدى الحياة. إنما أنا أنصح إن حضرتك تعينيه على الحياة، لا بأس في ذلك، مدام عندك مال يمكنك أن تعينيه على الحياة جزءا بسيطا في دراسة أبنائي أو غيره، ويكون ذلك من الصدقة أو من النفقة، ولكن الأجر أيضا، لكن من الزكاة لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. معنا الأستاذ، أستاذ إبراهيم من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا أستاذ حضرتك مش واضح بالنسبة لي في السماعة، بس أنا إيه هقول السؤالين. حاضر، وأسمع الإجابة. أسمعك حاضر، تفضل تفضل. طيب هو السؤال الأولاني، أنا طبعا كنت متعود كل سنة بخرج زكاة الفطر لزوجتي طبعا مع اولادي، فبصيت لقيتها بتقول لي، هي سمعت فتوى بتقول انها بما انها عامله يعني كزوجة هي بتشتغل، فهي اللي تخرج زكاه الفطر عن نفسها. فانا قلت لها لا يا ماما، انا هخرج زكاه الفطر زي ما انا متعود عني وعن الاولاد وعنك. فانا عاوز اتاكد من النقطه دي، هي تخرج زكاه فطر ولا طالما انا بقولها انا اللي اخرج زكاه الفطر عنها زي ما انا متعود؟ نعم حاضر. ده سؤال معايا مولانا. معاك. السؤال الثاني بقى، الثاني حضرتك بقى. انا دلوقتي عامل شهاده بمبلغ، عامل شهادتين، كل شهاده بمبلغ طبعا. المبلغ كل مبلغ على حده ما بلغش النصاب. فطبعا المبلغ الاولاني المفروض انه فات عليه حول شهر 6 اللي احنا فيه ده. المبلغ الثاني هيتم هيفوت عليه حول شهر 9. فبس ده لوحده ما بلغش النصاب، وده لوحده ما بلغش النصاب، لما نحط الاثنين على بعض هيبلغوا النصاب. تمام. ومعايا برضو مبلغ تاني تحت ايدي مش عامل بيه شهادة، المبلغ ده هو بلغ النصاب بالفعل بس ما فاتش عليه سنة. فانا دلوقتي المفروض ان المبلغ ده على ده على ده لما احطهم على بعض الثلاثة هيبلغوا النصاب، بس انا مش عارف هخرج 2.5% ازاي، وهم بالنسبة للسنة
ده غير ده غير ده. حاضر. انا مش عارف اطلع ازاي عليهم. حاضر. في نفس الوقت لو سبت ده لوحده وده لوحده الاثنين على حدة الشهادات مش هيبلغوا النصاب الا لما جمعهم مع بعض. طيب خلاص. فانا في حيره دلوقتي لو حبيت اطلع 2% اطلع ازاي؟ هرد عليك. حاضر. دول السؤالين عندي وشكر افضالك. شكرا يا فندم. عفوا يا فندم. اتفضل الاستاذ مدام عايده. السلام عليكم. توفين واثنين عايشين. اتفضلي يا فندم. انا اقولي سؤالك من الاول انا اسمعك معلش. مدام عايده. ايوه حضرتك. انا مع حضرتك. قولي سؤالك من الاول. سؤالي حضرتك انا في المواريث. والدي توفى وترك ثلاث بنات وولد. الولد توفى في حياته والبنت توفت في حياته وفي اثنين عايشين. عاوزين نعرف حضرتك هيتوزع ازاي الميراث. حاضر. حاضر. هقول لحضرتك دلوقتي حالا. بالنسبة للأستاذ سيد بالنسبة لخصم الضرائب لما حضرتك كنت بتقول هل ينفع ان احنا بندفع مبلغ كبير فيخصم من الضرائب؟ عايز اقولك ان احنا عندنا الضرائب دي هي عبارة عن حق للدولة. حق للدولة في نظير الخدمات التي تقدمها لك الدولة من كهرباء ومية وكذا 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 وهكذا وهذا الطريق. فالضرائب حق للدولة لا علاقة لها بالزكاة. وهذا لا يمكن ان تخصم هذه الضرائب من الزكاة. انما العكس هو الذي يحدث. يعني احيانا انت تتقدم بزكاة مالك لبعض الجهات المختصة بهذا الخصوص وتأخذ ايصالا عليه وبتروح للضرائب. الضرائب بتنزل لك هذه الفلوس من الزكاة. لكن العكس لا يجوز. انما الضرائب هذه حق للدولة تأخذها الدولة على وفق الضوابط. اما بالنسبة لزكاة المال فهو حق الله فهو يخرج. لكن بنروح للضرائب هم الضرائب بيحلوا لنا هذه المشكلة وبيخصموا لك الفلوس بتاعة الزكاة اللي انت دفعتها في اوجهها الصحيحة. الاستاذ ابراهيم بالنسبة لزكاة الفطر الزوج عليه وأنا قلت قبل قليل هذا أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن أبنائه لأنه هو الذي يعول زوجته حتى وإن كانت تعمل فهو صاحب الولاية والقوامة. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وخدوا بالكم ربنا ما قالش بما فضل الرجال على النساء، لا قال بعضهم على بعض، أي الرجل له أفضلية في مسألة والمرأة لها أفضلية في مسألة. بما فضل الله بعضهم على بعض ثم ميز الرجل في القوامة بقوله وبما أنفقوا، يعني جعل له القوامة في مقابل الإنفاق الذي ينفقه بما أنفقوا من أموالهم. وعلى هذا فالرجل عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن أبنائه ما دام زوجته في عصمته. وبالنسبة لشهادات الاستثمار انت حضرتك ما بلغت النصاب او ما بلغتش النصاب كل واحدة على حدة، احنا ما بنقطعش كل واحدة على حدة، هو المال كله اصبح مالك انت. هذا المال بلغ النصاب امتى؟ في شهر 9، يبقى السنة اللي جاية ازكي عنه في شهر 9 كله عن كامل المبلغ اللي معاك بره الشهادات واللي في الشهادة الاولى واللي في الشهادة الثانية ايا كان المبالغ. المهم ان المبالغ كلها لما بلغت النصاب، بلغت النصاب في شهر كام؟ 9، يبقى كل سنة في شهر 9 انا بزكي. وخليكم عارفين احنا بنزكي بالاشهر العربية، بس انا بقول لك عشان انت بتقول لي الكلام ده. طب لو واحد بلغت الفلوس عنده النصاب في شهر 6 وبعدين جاله مبلغ ثاني في شهر 11 مثلا، جاله مبلغ ثاني في شهر 11 فحطه في البنك مثلا او في اي مكان، فيعمل ايه؟ يجي السنه الجايه في شهر 6 يزكي عن المبلغ اللي كان معاه في شهر 6 السنه اللي فاتت، والشهر والفلوس اللي دخلته في شهر 9 يزكي عنها لوحدها في شهر 9 السنه اللي بعدها او الشهر اللي بعده منه على طول باستمرار. يبقى احنا المال لابد ان يبقى عليه عاما كاملا. انت عشان تريح نفسك كل المبالغ اللي معاك دي اجملها كلها على بعضها، وبلغت في شهر 6 اللي فات وفي شهر 9 اللي جاي والكلام ده كله، اجمل كل هذه المبالغ وفي شهر 9 القادم اخرج زكاة المال عن كل المال الذي عندك وبكده المشكله اتحلت. مدام عايده توفي والدها وترك، هي بتقول ساب ثلاث بنات ولد، الولد مات في حال حياه ابيه والبنت ماتت في حال حياه ابيها، اذا المتوفى المتوفى مات وترك ابنتين على قيد الحياه وابناء ابن وابناء بنت وابناء ابن وابناء بنت، فبنعمل ايه؟ البنتين بياخدوا الثلثين والثلث يقسم على ابناء الابن وعلى ابناء البنت، على ابناء الابن وعلى ابناء البنت لانهم ماتوا في حال حياه الجد، فالثلث يقسم بهذه الصوره. اما البنتين فهم ياخدوا الثلثين، هذا هو الفرض. فان كانت اثنتين كما قال الله في الايات، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بقول لحضرتك انا عايز اعرف ايه حكم الدين ان انا جوزي بعامله معامله كويسه بلاقيه بيعاملني معامله مش كويسه، اما بتعامل معاه معامله مش كويسه بيعاملني معامله كويسه، فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. لما بتعامليه وحش بيعاملك حلو؟ يعني انا لما بعامله وحش وبشد معاه في المعامله وابقى جامده معاه بلاقيه بيعاملني معامله كويسه قوي ويحترمني، اما بقول على راعي ربنا فيه وما ينفعش عشان حرام ان انا اتعامل مع جوزي معامله مش كويسه كده بلاقيه بيعاملني معامله كويسه لما بتعامل معاه وحش.
تمام. انا مش عارفه اعمل معاه ايه. طيب حاضر. هو لا شك ان في بعض الشخصيات من الناس يعني ممكن يبقى مقود، يعني عايز يعني الشخصيه اللي قصاده تكون قويه، قد يكون وجهه نظره ان هو محتاجك ان انت تكوني ذا شخصيه قويه، لك راي قوي ولك قوه عليه، فاذا كانت هذا الامر هو الناجح، لكن مش معناه ان معامله سيئه، لا، تكون هناك قوه في التعامل، مش ان انا عامله سيء او ان انا ارفض له طلبا او كذا او كلام من هذا القبيل، انما ان تكون هناك قوه في التعامل، هذه القوه في التعامل قد تؤثر في شخصيته فيجعله يستقيم ويتعامل معك بالمعامله الحسنه، انا بقول ده. إنما هو في بعض الناس دي شخصيتها، يعني دي طبيعة الشخصية، لا يمكن أن تتغير هذه الشخصية، فمدام ده اللي جاب حل في أنه يعاملك كويس بالطريقة الكويسة فلا حرج في ذلك، شريطة أن يكون ذلك موافقا للضوابط، الضوابط الأخلاقية بين الزوجين، يعني يبقى في ضوابط أخلاقية، يعني لا يصح من الزوج أن يضرب زوجته ولا أن يسبها ولا أن يشتمها ولا أن يحرجها أمام الآخرين، ولا يصح للزوجة أن تفعل ذلك أيضا مع زوجها أيضا بنفس هذه الأمور، يعني الأمور متكافئة، ليس هناك تقدم لأحد على أحد ولا كذا على كذا، فيش كلام من ده، إنما الاثنين التعاملة تكون بهذه الطريقة. لكن إذا حصل خلل في هذه المسألة، أحيانا تتزوج المرأة رجل يحتاج إلى أن امرأة تكون شديدة عليه عشان يبقى كويس، وساعات العكس رجل يتزوج امرأة، لأن هذه نوعيات من النفوس تختلف، هذه نفوس مختلفة وهذه شخصيات مختلفة، وقد فطر الله تبارك وتعالى الناس والنفوس على أشكال شتى، على أشكال شتى، فيهم ناس سريعة الغضب سريعة الرضا، فيهم ناس سريعة الغضب بطيئة الرضا، فيهم ناس بطيئة الغضب سريعة الرضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثيرة، وعلى هذا فشخصيات كل إنسان تنتهي، فلا حرج عليك في أن يكون التعامل معه بالقوة، يعني بقوة الشخصية مش بقوة يعني الضرب، بقوة الشخصية معه حتى يعاملك معاملة حسنة. لما دام هو يستهين بك في هذه الأحوال يبقى خلاص الزمي المعاملة بشرط أن تحافظي على الضوابط. أستاذ أيمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك في عمرك. عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. حضرتك أنا دلوقتي عندي عربية. هل يطلع عليها زكاة ولا لا؟ ولو بعتها هطلع على 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 على, 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 على المتبقي الفلوس بتاعتها ولا لا؟ طيب حاضر. أو سؤال تاني بقى. تفضل. ألو. تفضل سامعك، قول سؤالك التاني. الو سامعك اتفضل. ايوه يا عم الشيخ اتفضل. سؤال تاني بس بعد اذنك. دلوقتي حضرتك انا بطلع يعني بطلع كل شهر كده لناس كده معينه بطلع لهم اللي فيه النصيب. معايا؟ سامعك قول. المهم واحده منهم بتيجي كل شهر تاخد اللي فيه النصيب يعني شهريه كده يعني بطلعها لله يعني. المهم اللي دخلت على المكتب عشان تاخد الشهريه، فاللي قاعد على المكتب قام يجيب لها الفلوس قامت سارقه منه التليفون. تمام. هل بقى انا اطلع اديها تاني؟ وطبعا شفناها في الكاميرات ومتاكدين. تمام. هل اديها تاني بقى ولا امنع عنها ولا اعمل معها ايه؟ طيب حاضر. بالنسبه للسياره لا زكاه عليها، السياره اللي احنا بنركبها لا زكاه عليها، طب سيارتك انت تركبها لا زكاه عليها، بعت السياره وتحولت هذه الى اموال والاموال هذه بقيت عندك، فلما يمر عليها عام بعد أن تبقى عندك فعليك أن تعطيها أن تخرج زكاتها. أما بالنسبة للست التي سرقت فهو كان ينبغي عليك أنك أنت تضبط هذه المسألة وتجيبها وتقول لها وتواجهها بهذا الفعل وبهذه الكاميرات وتحرجها من هذا الكلام وتقول لها أنا لن أقطع عنك ذلك شريطة ألا ترجعي إلى السرقة مرة أخرى، وتحاول أنك أنت تدعوها إلى الله، لأن إحنا برضو مش عارفين إيه سبب. طبعا السرقة خلاص معروف القصة أن مدام بتسرق يبقى موضوع مش منضبط، لكن لا بد أن نواجهها بذلك ونعرفها ذلك حتى تمتنع عن ذلك وترتدع، ولا مانع أن تعطيها من الزكاة بعد ذلك. الأخت حنان سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ اتفضلي سؤالك. حضرتك يا شيخ أنا حصل موضوع كده فاهم بينه وبين جوزي مشكلة يعني بسبب موضوع كده، هو قال لي تحرموا عليا لو رجعت الموضوع ده تاني، تحرموا عليا زي أخت أمي ولو رجعت الموضوع ده تاني تبقى إيه متحرموا عليا زي أمي وأختي. تمام. فهو دلوقتي فاهم رجع للموضوع ده تاني. وأنت رجعت للموضوع؟ أنت رجعت للموضوع ده تاني؟ أنا كده متطلقة وكان في حكم الدين إن هو يرجع لي تاني والكلام ده. أنت رجعت للموضوع اللي هو قال لك تحرمي عليا لو عملتيه؟ لا هو يا شيخ هو قال لك تحرمي عليا لو انا عملت كذا وهو اللي عمل تمام. وايه تاني بقى السؤال التاني ايه؟ لا هو سؤال واحد بس يا شيخ، فانا طيب. عايز اعرف بقى فاهم ايه الحل. طيب حاضر اجاوب كده مطلع اجاوب على الاخت حنان بعد الفاصل يرضيني تاني ايه يعمل ايه وكده فاهم. طيب هجاوب على حضرتك ان شاء الله بعد الفاصل.
عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم، وإحنا كنا قبل الفاصل كنا مع الأستاذ أيمن اللي كان بيقول عنده سيارة يزكي عنها ولا ما يزكيش، قلنا ما يزكيش. وبعدين دخلت الأخت حنان وسألت سؤال اللي هو أن جوزها قال لها تحرمي عليا. هي في الأول كانت بتقول أنه قال لي تحرمي عليا لو عملتي كذا، وهي فعلت ذلك الأمر. وبعدين بسألها هو اللي قال تحرمي لو أنا اللي عملت ولا لو أنت، فقالت أنا. فأنا هجاوب الإجابتين. الإجابة الأولى إن قال لها أنت علي حرام كظهر أمي، تحرمي علي زي أمي وأختي لو فعلتي كذا، وفعلت ذلك الفعل، فهذا يمين يسمى يمين ظهار واضح. وهذا اليمين الظهار كفارته إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. يبقى كده في الحالة دي اسمها الكفارة. وعلى الزوج أن يمتنع عن زوجته حتى يكفر عن يمينه في كلا الأمرين. يعني ساعات لو هو لو قال لها يبقى تحرمي عليا لو أنا عملت كذا، ده تلكيك. يعني ده تلكيك، يعني أنت بتحلف على نفسك أنت وتلزم نفسك بأن تظاهر من زوجتك. يعني أنت كمان بتأذيها مرتين، بتأذيها أنك أنت لك أنت هتعمل العمل ده، وأنك في الأذى الثاني أنك هتوقع عليها يمين ظهار. ده يعني إذا وقع على المرأة مرتين، وهذا لا صح. يعني ما ينفعش إنسان يحلف كده. أنت احلف على نفسك أنت، أنت احلف بما شئت بقى، لكن بلاش تدخل المرأة في هذه في هذا الخصوص. فإن قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي وأختي إن فعلت كذا وفعلت، فقد وقع يمين الطلاق، يمين الظهار وليس طلاقا. هذا ظهار وليس طلاق، يعني لا يعد طلاقا. إلا إذا قصده، إلا إذا قال لامرأته أنت علي حرام إن فعلت كذا، فلما سئل ما قصدت بكلمة حرام قال قصدت طلاقها، هذا يقع به الطلاق عند بعض الفقهاء. يبقى ناخد بالنا من المسألة دي. يبقى أنت كده يا مدام حنان يلزمك أن تفترقي عنه حتى يطعم 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما متتابعين، كما جاءت الآيات التي تتحدث عن الظهار في أول سورة المجادلة. كان يعني كان في بعض التساؤلات التي وردت أيضا عندنا في أثناء الحلقة، ومنها بيقول ذهبت لصلاة التراويح في المسجد، دخلت في الصلاة ورا الإمام ومش عارف أنه بيصلي صلاة العشاء ولا التراويح، وبعدين سلم بعد ركعتين. بعد كده هو سلم أم هو بصلاة العشاء من الأول؟ يعني سلم مع الإمام وقام بدأ صلاة العشاء من الأول. شوفوا، هل يجوز للإنسان أن يأتم بمن يصلي السنة أو بمن يصلي التراويح أو بمن يصلي كذا؟ نعم يجوز، يجوز لك ذلك. يعني لو أنت جيت دخلت المسجد فوجدت صلاة إمام يصلي بالناس إماما، فصليت خلفه وطلع الإمام ده بيصلي ركعتين سنة أو بيصلي صلاة التهجد أو التراويح أو ما شابه ذلك، فسلم بعد أن يسلم تقوم أنت تكمل صلاتك عادي. يعني تكمل أنت الصلاة، أنت داخل بنية صلاة العشاء وهو كان بيصلي سنة، بعد ما يسلم بعد ركعتين أنت أدركت معاه ركعتين، تقوم تجيب الركعتين التانيين وتسلم، ولا شيء في ذلك. أما أن تسلم مع الإمام وكنت قد نويت ذلك فهذا فيه خطأ، هذا فيه خطأ أنك أنت تسلم. عند الشافعية يرون قضاء ذلك الفرض الذي أنت قطعته، عندهم يرون ذلك قضاء الفرض اللي انت قطعته، لان انت كنت نويت فرض وبعدين اكتشفت ان الامام بيصلي سنه فروحت مسلم معاه وغيرت نيتك، لا يجوز تغيير النيه. ليه؟ لان النيه يشترط ان تسبق بعلم. يعني ايه؟ يعني قبل ما اعمل العمل لازم يبقى عندي نيه، وتكون النيه ديت محدده. يعني النيه اللي انا داخل عليها لابد ان تكون هذه النيه محدده. ده بالنسبه للاخت اللي سالت على دخولها في صلاه الجماعه. حكم لو شخص نسي في طوال شهر رمضان الماضي أن يعطي الزكاة، فهل يخرج من العام الحالي والماضي عن نفسه وعائلته؟ لا، هو يخرج عن هذا العام الذي هو فيه فقط. أما العام الماضي فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صدقة الفطر تخرج حتى صلاة العيد، فإن أداها قبل صلاة العيد فقد أداها، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. يبقى أنت خلاص أخرنا في هذه المسألة هي إقامة صلاة العيد. في سؤال تاني، في يعني أستاذ بيسأل يعني انتشر إفطار الشباب وكذا وما فوقه، ناس كبيرة بتشوفها بتفطر وبيمشوا في الشوارع وكذا، ينبغي على الناس التي لا تصوم في رمضان أن تحترم شهر رمضان، أقصد من المسلمين الذين لا يصومون شهر رمضان يحترمون شهر رمضان ويحترمون الشهر ولا يسرون في الطرقات أو في الشوارع بهذه الصورة. كذلك اللي عنده ابن كبير 15 سنة و16 سنة وهو ما بيصومش أو يعني كذا لسه لم يبلغ، لأنه إذا لم يكن قد بلغ يبقى لا 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 ليس عليه فريضة الصيام، إنما نحن نعوده أن يصوم. وهي بتقول في سؤالها أو بيقول في سؤاله إن عنده بنته عندها 7 سنين بتمشي، بتقول إيه اللي بيحصل ده؟ طبعا ابعد 7 سنين وإنت بتصومها، هذا لا يصح منك ولا يجوز، لأن الله لم يفرض عليها الصيام في 7 سنين، إنما فرض الله على من بلغ الحلم.
فهي لم تصل إلى هذا السن، فلماذا أنت تصومها؟ لا تركها ولا 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 تركها تفطر أو تأكل متى تشاء، إنما أنت عاوز تعودها على مسائل الصيام وترغبها في مسائل الصيام. أيوة ممكن ترغبها في الصيام لغاية الظهر بيأذن، يعني 7 سنين ده صغير قوي، 8 سنين 9 سنين لغاية ما الظهر يأذن في هذا العام، وبعد كده ممكن نقول السنة اللي بعدها ناخد لغاية العصر وهكذا شيئا فشيئا. معانا أستاذة عزيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرة الشيخ. اتفضلي. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك ايه، انا كنت رايحة اسكندرية من قيمة 4 ايام وكنت نفرست كده وانا شربت لما سمعت اذان المغرب. وبعدين لما وصلنا لقينا المغرب بيذن في اسكندرية بعدين ب10 دقائق، فكده بقى فترة يعني عيد اليوم ولا ايه؟ لا الريست قبل اسكندرية يجيب 100 كيلو، الريست بعيد عن اسكندرية. انا مستمع حضرتك. لقيت المغرب بيدن بعديه بكام؟ ب10 دقائق. بعديها ب10 دقائق. طيب تمام حاضر، رد على حضرتك. هو طبعا حضرتك انت افطرتي دون سماع الاذان، لو افطرتي دون سماع الاذان او حتى بعد سماع الاذان وده في توقيت القاهره وليس في توقيت اسكندريه، بس ما فيش المسافه الطويله، يعني ما فيش الوقت الطويل قوي اللي هو ما بين القاهره وبين اسكندريه ان هم 10 دقائق، لا ما فيش، ده حكايه كلها 3 أو 4 دقائق. لكن اذا افطرت قبل الاذان ب10 دقائق وجب عليك قضاء ذلك اليوم لان الغروب لم يتحقق بعد، والعلماء يرون ان تحقق الغروب يكون قبل اذان المغرب تقريبا ب7 دقائق، فاذا كان 10 دقائق فينبغي عليك ان تعيدي صيام ذلك اليوم، تقضي يوما اخر مكانه، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنك صالح العمل. الاستاذه نهى، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟ مرحبا اهلا وسهلا اتفضلي. معلش عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. دلوقتي والدي خد نهايه خدمه وحطها في البنك يعني باسمي لحين ان انا يجي ميعاد الجواز او ان هي تكون مصاريف جوازي. تمام. فالمبلغ دلوقتي عدى عليه النصاب بقى له 2 سنين، احنا طلعنا سنه والسنه الثانيه في ناس استلفوا المبلغ يعني ومش موجود في البنك. فاحنا مش عارفين نطلع زكاة المال ازاي، وهل نطلعها من اصل الفلوس ولا مثلا ناخد الفوائد، واحنا اصلا ما بناخدش فوائد الفلوس. طيب حاضر. طبعا اذا احنا عندنا مال بلغ النصاب فعليه الزكاه، لو اقترضوا اي احد من الاشخاص وكان هذا القرض مضمون العوده، يعني خلاص الشخص هيجيبه ملتزم بسداده في الوقت اللي هو عليه، فيلزمك ايضا ان تخرجي عنه زكاه المال. ينفع تخرجي الزكاه مش لازم من اصل المبلغ، يعني ان انتوا معاكي فلوس ثانيه غير الفلوس ديت وتخرجي منها زكاه المال لا باس في ذلك، ولو اخرجتي من الفوائد او من الارباح التي جاءت على هذا المال لا باس في ذلك. يعني اذا انت خدتي الارباح واخرجتي منها الزكاه لا مشكله، واذا انت اخرجتي الزكاه من عندك من مال اخر لا مشكله في ذلك، والله تعالى اعلى واعلم بهذا الامر. عندي ده بالنسبه للصيام، يعني بيقول لي انا معايا بنتي معاها 7 سنين وقالت لي اشمعنى دول بيفطروا؟ لا 7 سنين لا، خليها تفطر لانها لا تعرف معنى الاحكام في هذه المساله. في سؤال تاني بتقول انا كنت بصلي من اول رمضان وبقرا قران ودلوقتي بطلت، حاسه حاجه بتقول لي ما تصليش، وكمان اخد فتره بحلم بس مش عقرب في الحلم، ودلوقتي بخاف انام علشان ما اموتش وان ربنا غضبان عليا والكلام ده كله، يعني كل هذا الامر، يعني هذه الامور، يعني انت حضرتك كنت بتصلي وملتزمة فالتزمي بصلاتك لا بأس في ذلك، لا يمنع الإنسان من الصلاة شيء ولا حتى المرض ولا حتى الحرب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض الصلاة حتى في حال الحرب، فقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وأخذوا السلاح لا يكونوا إلا في الحروب. وعلى هذا فإن الله تبارك وتعالى أمر بأن يصلي الإنسان صلاة الجماعة حتى في حال الحرب، وعلى هذا ليس هناك ما يمنع الإنسان من أداء الصلوات، يعني ليس هناك شيء سمت شيء مثلا من حسد أو غيره يمنع الإنسان من الصلاة إلا التكاسل والكسل، إنما ينبغي على الإنسان أن ينهض إلى الصلاة متى ما جاءت الصلاة. ومسألة الأحلام بتاعة الكوابيس وغيرها، هذه الأحلام تأتي لعدة أسباب، منها قد يكون الإنسان منشغل بأمور كثيرة في عقله وكذا فيحلم بهذه الأحلام، وكذلك قد يكون الإنسان آكل يعني واكل قبل أن ينام بوقت قليل، المفروض الانسان بياكل قبل النوم بساعتين او يعني ساعه على الاقل ولا حاجه حتى ما الاكل ينزل في المعده وكذا ويستقر في مكانه وكذا، يعني فلا ينام. فاذا نام الانسان وقد امتلأت بطنه من طعام ونام بعدها مباشره فقد يرى هذه الاحلام ولا باس في ذلك، انما هذه الاحلام يعني لا يمكن ان تكون يعني تؤدي الى شيء ما معين او الى غرض ما معين من الاشياء، ان يكون مس او سحر او حسد او ما شابه ذلك، كل هذا الكلام لا اعتقد. ما دام الانسان تارك للصلاه ينبغي عليه ان يصلي وان يرجع للصلاه وان يحافظ عليها محافظه تامه في اوقاتها.
هذا هو الذي ينبغي أن يكون. احنا انا كنت عايز اقول، كنت بقول في اداب الدعاء في اول الكلام في اول الدرس اول الحلقه، كنا بنتكلم على ان الدعاء له اداب، ومن هذه الاداب ان يتجنب الانسان الماكل الحرام والمشرب الحرام. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى بين انه لا يقبل من عبد ياكل حراما، اللي بياكل حرام ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منه الدعاء. وقد جاء ذلك في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فكأن هنالك تشابه ما بين أهل الإيمان وما بين الرسل، هذا التشابه في المأكل الحلال والمشرب الحلال. فالإنسان إذا أكل حلالا وشرب حلالا وكان حياته كلها من حلال، فإن هذا الشخص يكون دعواه مستجابة، يرفع يديه إلى السماء والله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه، والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. يبقى ده أهم شيء في المسألة، إن الإنسان يكون بيأكل حلال. أما إن الإنسان يأكل حرام، يعني يرى الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول يا ربي يا ربي، فأنا يستجاب لذلك. يعني واحد بيأكل حرام، واحد يأكل من الرشوة، واحد يأكل من السرقة، واحد يأكل أموال الناس بالباطل، واحد يعتدي على أموال الناس فيأخذها، هذا مال حرام. هذا المال الحرام إذا رفع صاحبه يده بالدعاء فهذا الدعاء ليس بمقبول. النقطة الثانية أنه ينبغي أن يكون هنالك إخلاص لله تبارك وتعالى في الدعاء، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك من آداب الدعاء أن الإنسان لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. يعني أنت عشان تدعي ربنا سبحانه وتعالى ويكون أنت عندك آداب الدعاء ومحترم في الدعاء، ينبغي أن يكون دعائك ليس فيه إثم. يعني لا تدعو على شخص تقول يعني اللهم العن فلان واعمل فلان وكذا، لا تدعو على شخص أو أن تسبه أو أن تلعنه أو أن تشتمه أو أن تدعو عليه أن يغلق عليه باب رحمة أو أن يغلق عليه باب عفو أو أن يغلق عنه باب رضا، كل ذلك لا ينبغي، لأن هذا الدعاء فيه إثم. إنما ينبغي أن يدعو الإنسان بالهداية للجميع، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، وأن تكون الدعوة عامة، وأن يدعو لنفسه وللمؤمنين ولسائر المؤمنين. وقد ورد أن رجلا كان يجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أعرابي كان حديث عادي بإسلام، ما عندوش فكرة جامدة في هذه المسألة، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي له لقد حجرت واسعا، ضيقت واسع يا أخي، قل اللهم ارحمني وارحم جميع أمة المسلمين وكذا. يعني ليه أنت تدعي وتخص بهذا الدعاء يعني شخصا أو شخصين آخرين؟ معنا مدام أسماء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله، تفضلي. أنا عندي بنت معوقة، هي عندها 2 سنين، عندها ضمير في المخ. كانت أنا دخلتها الحضانة وصرفت عليها 10,000 جنيه. تمام. ورجعت عملت لها عملية ب 13,000 جنيه. يعني هي دلوقتي ما بتشوفش وما بتسمعش وما بتتكلمش ولا بتاكل ولا بتشرب، نايمة كده ليل ونهار. بجيب لها لبن، كيس اللبن بجيب لها 120 جنيه، كل 15 يوم بجيب لها فيه. هي ابوها مش شغال وانا مش شغال، ابوها اخر معوق. فاحنا قاعدين في اوضه واحده وصرفنا عليها فلوس كتير وجريت بيها جميع البلاد وسيب بيها في كل حته. طب حضرتك سيبي رقم تليفونك في الكنترول واحنا نحاول نتواصل مع حضرتك ان شاء الله. انا سبت الرقم. طيب. معانا الاستاذه سميه، السلام عليكم. ايوه سميه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت يا شيخ، انا مسلفه مبلغ من المال. الو، ايوه سامع حضرتك، انت اللي مسلفه ولا مستلفه؟ انا مسلفه مبلغ من المال. مسلفه مبلغ من المال. هل انا ممكن ادفع عليه زكاه ولسه ما رجعليش يعني؟ طيب حاضر، هرد على حضرتك. حاضر. مدام سميه، هو الاستاذ اسماء خلاص كنترول خدوا رقم تليفونك. مدام سميه، المبلغ اللي انت مسلفاه للناس، لسه بقول ان لو احنا اقرضنا احد من اموالنا قرضا، وكان هذا اولا اللي بيقرض بياخد 19 الاجر، 19 اجر الصدقه، يعني بين القرض وما بين الصدقه عشر بس في الاجر، ادي كل الموضوع. ليه؟ لان هيرجع لنا المال تاني. ان كان هذا المال مؤكد عودته، يعني الذي اخذ المال سوف يرده اليك وهو مؤكد عودته، فعليك اخراج زكاه المال عنه كل عام. انت اقرضت حد مبلغ من المال هيقعد عنده سنه او سنتين، لا باس في ذلك، انت بتزكي كل سنه او التانيه ولا مشكله في هذا الامر. أما إذا كان هذا المال
لن يعود يعني او اللي اخده ما ردهوش، فاحنا بنتوقف عن دفع الزكاة حتى يرده الينا. دي كانت حلقتنا النهارده، اتكلمنا فيها عن بعض من اداب الدعاء، وتلقينا فيها اتصالاتكم واسئلتكم، ووفقنا الى الجواب الى ما وفقنا الله تبارك وتعالى بها فيه. فان كان فيها من كمال فمن الله وحده، وان كان فيها من نقص او تقصير فهو مني. واسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اراكم في حلقه الجمعه القادمه باذن الله تبارك وتعالى. لكم مني اطيب التحيات والامنيات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.